الله. إذا خلصت حكيك أنا بدي سكر، لأنه عندي كتير شغل بالدار، وكمان الوسيط تبعنا وصل هلا. أوكي ماشي، باي، انتبهي على حالك. طيب باي. يا ربي أنا عم بعمل صح؟ يعني عن جد هو الشخص المناسب إلي؟ أنو؟ شوفي يعني أمي، هو السيد فريدي اتصل. شو صار؟ احكي. أمي أنا ما قدرت حاكي إلا دقيقة واحدة، يعني كنت عم بسأل حالي إذا كنت رح أقدر أعيش حياتي معه. خلي إيمانك بالله كبير، لما بيجي الوقت كل شي رح يصير تمام. لما شخصين بيكونوا مخلوقين ليكونوا لبعض، وقت الله بيجمعهم مع بعض وما في أي شي بيفرقهم. دخيلك يا رب، خليك مع ابني وساعده يا ربي، خليني ارجع شوف الابتسامة على وشه. لا تختبره أكتر من هيك، هو ما بيقول شي ولا بيشتكي، بس أنا بعرفه. أمله لضعيف بأنه يلاقيها، كل ماله عم يضعف أكتر من قبل. بعت له شي معجزة من عندك قبل ما تنهار أعصابه أكتر، رجع له صيبة وخليه يلاقيها ويقدر يكمل حياته. يا ربي بترجاك إنك تساعد ابني، يا رب بترجاك إنك تساعده يا رب. سكري الخط، إذا حدا عم بيحاول يتصل ما رح يرن. طيب ماشي. يمكن هذا فريدي عم يتصل، ردي واحكي معه وقولي له يجي لهون ليشوفك. ماشي. ألو، ممكن احكي مع السيد فاتح سينغرازور؟ ممكن احكي مع السيد فاتح سينغرازور؟ احيانا بالحياة في كتير شغلات ما بتقدري تعمليها لحالك، وبهي الاوقات ما لازم تخجلي من طلب المساعدة. ممكن احكي مع السيد فاتح سينغرازور؟ طلبي المساعدة مرة واحدة ورح تشوفي كيف الناس رح تجي تساعدك. ألو؟ 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 عفواً، بس بالله مين عم يحكي معي؟ ممكن أعرف اسمك بس لو سمحتي؟ إيه أنا. أنا